ما أدري من أي ساعة سلامة ياسة قدام الكمبيوتر ما تتحرك. لو تشوفين عيونك مثل الجمر أنصحك تطبقين قاعدة إنجليزية هي 20-20-20، يعني كل 20 دقيقة تطالعين شيء بعيد 20 قدم أو 6 أمتار لمدة 20 ثانية عشان تريحين عيونك من النظر في الشاشة. وحاولي كل يوم تغمضين عيونك لو لخمس دقائق وتسترخين، وعقبها تغسلينها بماء بارد. الاهتمام بعيوننا يباله خطوات بسيطة، وأولها التغذية صحيحة. وأكيد تعرفين يا سلامة أن الجزر غني بفيتامين ألف والبيتا كاروتين المفيد للعين، وبعض الأسماك الغنية بالأوميغا 3، والخضار الداكنة مثل البروكلي والسبانخ الغنية بالحديد. وفي هالطقس النظارات الشمسية مو للكشخة، إنما اختاري عدساتها اللي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 95% على الأقل، والأفضل اللي تغطي كامل منطقة العين. ولا ننسى شرب الكمية الكافية من السوائل للحفاظ على رطوبة العين. عساكم دوم بصحة وسعادة.